هاي. البرانش هو تركيبة لغوية بتجمع breakfast واللانش أي ترويق أو غدا، وهو وجبة بيتناولها الناس الصبح مأخر ولغاية 3 بعد الظهر. مثل ما بدل اسمه بيضم البرانش مأكولات من الترويقة مثل البيض والأجبان والفواكه وغيرها. نشأ البرانش بإنجلترا بأواخر القرن 19 وظهرت الكلمة بالملحق الخاص بقاموس أوكسفورد سنة 1896، من بعد ما تم استخدامها بمجلة بونش سنة 1895 لوصف وجبة أحد الأشخاص نهار الأحد بعد سهرة طويلة ليلة السبت. اشتهر البرانش بالولايات المتحدة بثلاثينات القرن الماضي لأنه نجوم هوليوود كانوا يقوموا برحلات قطار ويتوقفوا بشيكاغو لتناول وجبات صباحية متأخرة. مين قال إنه البانكيكس هي من الكلاسيكيات للبرانش عبر التاريخ وأصولهم بتعود لليونانيين القدامى؟ أنا قال. شوفكم بكره.